غنحطو أن ندير واحد البريوش هشيش. أنا هذا هو البريوش المفضل ديالي. الوغ نعطيكم هو الوصفة جد سهلة. هي كنحتاجو 350 غرام ديال الطحين، غنحتاجو 80 غرام السنيدة، 130 غرام الحليب أو لا أكثر حسب الخليط. ديما كنقولو الحليب أو الماء سوائل حسب الطحين. جوج معالق كبار ديال الحليب غبرة، جوج صفر ديال البيض، 20 غرام ديال الخميرة، 80 غرام ديال الزبدة، قبيصة الملح ومعلقة ديال التريمولين. راه التريمولين موجودة في المحلات اللي كيديروا هادشي ديال الحلوى، السيدات كلهم كيعرفوها. فعلا نعقلوا غير على السمية إلا قلناها لي راه هو شرح لينا وعطينا. أي واحد غتقولوا التريمولين كتباع بالعبار، وهي أنا شخصيا كنستعملها بزاف في الخبز أولا في لي بغيوش، فهو كيعطي واحد الطراوة وكيطول حتى في المدة ديالو، يعني كيطول لينا أكثر ما كيقصحش. الوغ اول حاجه غنديروا هذيك الخميره، غنديروها في شويه ديال الحليب دافي ومعلقه السريده ونخليوها حتى كتخمر، يعني غتطلع لينا هذيك الخميره. غنشدوا هذاك المقادير كلهم غنديرهم في عجانه من غير الزبده، يعني غنديروا الطحين السنيده الحليب غبره كلشي المقادير، وغنبقاو نخدموا في هذاك العجين ديالنا. الزبده في لي بغيوش ديما كنخلوها اخر حاجه. ندلكوا العجين ديالنا واحد 10 دقائق مزيان او اكثر، ونبداو نزيدوا طريفات الزبده اللي كيكونوا في درجه حراره المطبخ بشويه بشويه على الخليط، وحنا كندخلوا في هذيك الزبده. الوغ السر ديال البغيوش، انا كنفضل ان السيدات يستعملوا البغيوش بحال دابا يطيبوا في يصوبوا في الليل ويخلوه في الثلاجه يغطوه بفيلم اليمونتير ويخلوه حتى الغد ليه عاد يديروه في المول. الناس اللي ما عندهمش الوقت يصوبوه في الصباح، ولكن ما يطيبوه حتى العشيه. هذا هو السر ديالو باش كيجي هشيش وكيجي لذيذ وخفيف وبحال القطن. ايه الوغ نخلوه الى ما عندناش الوقت على الاقل ساعتين، وكنعاودو نخدموه بيدينا اولا بالعجانه. كنديروا منه كويرات تقريبا 8 حتى 10 الكويرات، كنكونوا دهنا واحد المول طويل اولا دائري مزيان، في الصور غيشوفوا الشكل الدائري في شكل طويل، وكندهنوه مزيان وكنحطوا دوك الكويرات ديالنا. كنخلوه حتى كيطلع تقريبا العجين حتى كيغطي لينا المول، عاد ندخلوه للفران. قبل ما ندخلوه بالطبع كنكونوا دهناه بالبيض، وكندخلوه يا كنديروا ليه السكر غرانولي من الفوق، يا كنفيليه، يا كنزوقوا باش ما بغينا لي بيبي شوكولا، اولا كنخلوه غير عادي وكندخلوه حتى كيطيب. وبالصحه والراحه كنقدموه بالصحه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.